السلام عليكم. هذه إقامة سكنية نتاع مستثمرين خواص تقع في منطقة وادي غير بولاية بجاية، وهذه المنطقة فيها مدينة راهي جديدة راهي قيد الإنشاء، وهذه الإقامة يعني هذا هو النمط اللي حبينا نشوفه في كامل التراب الوطني. يعني البلاد شاسعة طويلة وعريضة، يعني ما فيش لا داعي للجوء إلى بناء سكنات نتاع تاع السازيام والديزويتيام ايطاج وكذا. يعني العمارات هذه وهذه يعني تقعد للمؤسسات والبيرو يعني تاع مراكز تاع الاعمال وكذا، كي تكون في عمارات عاليه معليش، ولا كانت عمارات عاليه المفروض تكون فيها كل الوسائل نتاع الحياه، مثل لاكريش والمسجد والسنت كوميرسيال، تكون عماره انتيغري فيها كلش. اما دير لي عماره سكنيه غير للسكن وديرها اكثر من 6 طبقات، هذا غير مقبول وغير منطقي. المفروض هكذا تكون العمارات كما رانا نشوفوا فيها السكنات، تكون هكذا بهذه الطريقه، وهذا امر جميل جدا. يعني احيي هذا المرقي العقاري اللي اخذ المبادره ودار هذه السكنات الرائعه، رغم انه المكان تعتبر نوعا ما معزوله، لكن معليش هذا يعني كاين الناس اللي يحبوا الطبيعه، يعني امر جيد. وهنا نشوف حتى يعني الديكور الداخلي رائع جميل جدا، يعني فيه اذواق فيه ذوق، وهذا هو الشيء المطلوب. الناس يعني الشعب الجزائري ما راه تطور، يعني من ناحيه العقليه، من ناحيه الناس قرات خرجت للخارج شافت. لازم تكون نطوروا يعني لي ستوندار، لازم نراعي الاذواق وكذا. هذا امر محتوم، الشعب راه ماشي تاع بكري، لازم على المسؤولين يفكروا في يعني الذهاب نحو النوعيه في انتاج السكن بصفه عامه. ونترككم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم. Thank you.